أهلا بكم في السلطة الرابعة، والبداية بأبرز ما تناولته الصحف والمواقع المحلية والعربية والدولية. في الصحافة المحلية، موقع المصدر أونلاين يتحدث عن الضحياني أقوى شخصية من صعدة منافسة لعبد الملك الحوثي على السلطة والمذهب. في الصحافة العربية، موقع العربي الجديد يشير إلى تحركات الزبيدي المنفردة ومحاولة الانتقال إبرازه كصاحب القرار الأوحد في المجلس الرئاسي. دوليا، موقع معهد دول الخليج بواشنطن يركز على صعوبات تحقيق سلام شامل في اليمن برغم استجابة الأطراف اليمنية لتمديد الهدنة. أهلا بكم. تناول المصدر أونلاين تقريرا عن استنفار جماعة الحوثي لمنع ظهور منافس لزعيم الجماعة من داخل الأسرة الزيدية. وبحسب الموقع، فإن عبد الملك الحوثي يواجه تحديات قاسية في بروز منافسين له من داخل الأسرة الهاشمية الزيدية. وأشار التقرير إلى بروز شخصية قوية في صعدة هو عبد الله عوض الضحياني المؤيدي، وله أنصار يطلق عليهم بالمرشدين بما فيهم بعض أفراد أسرة زعيم جماعة الحوثي. وأضاف أن جماعة المرشدين ترى بأن عبد الملك الحوثي لا تنطبق عليه شروط الإمامة برغم اتفاق الجماعتين فكريا على الموقف من الإمامة وسياسيا على الموقف من السعودية وإيران. وبحسب الموقع، فإن جماعة الحوثي اختطفت العشرات من المرشدين وأغلقت مساجدهم في أكثر من محافظة، ومع ذلك لا تزال جماعة المرشدين تتوسع وتنتشر. وأضاف أن جماعة المرشدين تتهم جماعة عبد الملك الحوثي بأنها تسعى لهدم المذهب الزيدي، وتتهم جماعة الحوثي أيضا باغتيال عناصر من جماعة المرشدي غدرا. تناول موقع اليمن نت تقريرا مطولا عن كيف استطاعت الدورات التدريبية عبر الإنترنت نقل النساء اليمنيات إلى سوق العمل. وأشار التقرير إلى أن الظروف المعيشية الصعبة بسبب الحرب دفعت بعض النساء إلى إيجاد بدائل لتغيير حياتهن إلى الأفضل. وأوضح الموقع أن الدورات الإلكترونية لاقت إقبالا كبيرا بدلا عن تلك التي يتطلب حضورها وسائل مواصلات ونفقات أخرى. وأضاف أن الدورات الإلكترونية موفرة من ناحية الوقت والنفقات، حيث يمكن استذكار الدروس بسهولة ومراجعتها. وبحسب الموقع، فقد أكسبت الدورات الإلكترونية مهارات جديدة للنساء، حيث حسنت من مستوى دخلهن المادي. وأضاف أنه من أصل 400 طالبة ملتحقة في منصة تعليم إلكتروني، حصلت 150 طالبة على فرصة عمل لبيع منتجاتهن عبر الإنترنت. تناول موقع يمن فيوتشر تقريرا مطولا عن المعوقات التي تواجه التجار في إيصال بضاعتهم من الموانئ عبر الطرق البرية للمدن اليمنية. وأشار التقرير إلى أن المعوقات التي تفرضها الميليشيات المسلحة على التجار أدت إلى إفلاس الكثير منهم. وبحسب الموقع، فإن العراقيل التي يضعها الحوثيون أمام التجار عبر ميناء الحديدة دفعت ببعضهم للانتقال إلى الاستيراد عبر ميناء عدن. وأضاف أن إغلاق الطرق البرية الصالحة للنقل بين المحافظات رفع معدل التضخم بأجور النقل إلى 165%. وأوضح الموقع أن البضائع التي تأتي من ميناء عدن إلى صنعاء تقطع طرقاً غير معبدة لأكثر من 1300 كيلومتر، بدلاً عن الخطوط الرئيسية التي لا تتجاوز 450 كيلومتر. وأضاف أن الإتاوات التي استحدثتها الجماعات المسلحة بين المحافظات تضاف أعباءها على المواطنين، وهي رسوم غير قانونية. طرح العربي الجديد تساؤلات حول تحركات عضو المجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي منفردا في العاصمة المؤقتة عدن. وأشار الموقع أن عيدروس ظهر وكأنه يقوم بأدوار نيابية عن رئيس المجلس وبقية أعضاء مجلس القيادة. وبحسب الموقع، فإن عيدروس يستغل غياب رئيس المجلس الرئاسي وبقية الأعضاء لترسيخ نفسه القيادية الأهم في العاصمة المؤقتة عدن. وأضاف أن عيدروس تجاوز صلاحياته باجتماعه برئيس الحكومة ورئيس اللجنة العسكرية والأمنية العليا منفرداً. وأشار الموقع إلى أن حملات إعلامية مكثفة للمجلس الانتقالي تسعى إلى إظهار الزبيدي كونه صاحب القرار الأول في المجلس الرئاسي،
ويشير الموقع إلى أن بقاء رئيس المجلس في السعودية هو بمثابة اعتكاف بسبب تجاوزات المجلس الانتقالي والضغط الذي يمارسه الزبيدي على بقية أعضاء المجلس. تناول موقع معهد دول الخليج في واشنطن مقالاً تحليلياً لعضو لجنة الخبراء السابق جيروجي دو جونسون عن الهدنة وطريق السلام الطويل. أشار الموقع إلى أن تمديد الهدنة في اليمن كونها مصلحة لجميع الأطراف المتحاربة في اليمن، وبحسب الموقع فإن الجماعات المتنازعة لا تبدو مستعدة لتقديم تنازلات للانخراط في مؤسسات دولة تحت سلطة موحدة. وأضاف أن الضغط الخارجي وخصوصاً الأمريكي مهم لتضييق الفجوة بين الأطراف المتصارعة. وأوضح أن المحادثات الحوثية السعودية الافتراضية قائمة، لكن لا يزال تحقيق السلام الشامل في اليمن بعيد المنال. ونوه إلى أن تحسين الملف الاقتصادي ليبقى الغذاء والوقود في متناول المزيد من اليمنيين لن ينهي الحرب، ولكنه قد يجعل إنهاءها أمراً سهلاً. وفي ختام السلطة الرابعة أترككم مع هذا الكاريكاتير. إلى اللقاء.